فول جوين. راح نعمل نفس الشيء، راح ناخذ هون هاي لينك زي ما حكينا امبارح، هيك كأنه لينك صنعناها. هون في عندي الاكسس، راح اسمي هذا، خلينا اسمي هذا الاكسس هون زد اي بلس 1. راح اسمي هذا زد اي. راح نعمل اوفست هلا من هون اللينك اوفست. ما بعرف ليش بسميها اللينك اوفست مش الجوينت اوفست، مش الأصح إنه نسميها joint offset، صح؟ يعني joint angle و joint offset و link length و link twist. مش أنت حكيت امبارح إنه تنين اللينك وتنين الجوينت، بس هو بالكتاب بسمي هذه link offset، كأنها offset بين one link and the next، بعرفش. فعندنا هلا هذه هون هيك، هذا الأكسس اللي هو Z I axis، هذا سميناه i-th، i plus 1th والاي ماينس 1. هلا هون خلينا ناخذ بشكل عام زاويه. طبعا هدول مش في بلين، عشان يعني ما تفكر انه هدول بس جايين هم في البلين، هي لها زاويه عامه. وهذا الاكسس راح نسميه زد ماينس. زين اجينا طلعنا على هدول هلا، راح يكون عندنا هلا هون راح نعمل الالوكيشن، او راح نفترض انه هذا هو اكس اي ماينس 1، وهذا راح نفترض انه اكس اي. راح يصير في عندي هون في كمان اكس اي بلس 1. هلا راح امد هذا الخط، راح اخذ هذا الخط هون هرلين، صار هذا اكس اي وهذا اكس اي ماينس 1. ففي بينهم هون زاويه من اكس اي ماينس 1 لاكس اي، نسميها هذه راح نسميها ثيتا. وعندي كمان من اكس اي ماينس 1 لاكس اي، اي هذا لو مديته هون راح يتقاطع في نقطه هون، هذا لو مديته هون راح يتقاطع في نقطه هون. هذا يمكن بجاوب شوي بعض الاسئله اللي بتعرفها امبارح، وين بنحط عند النقطة هون. هلا هدول الاثنين لو رسمت بنرسم عليهم بالاحمر مثلا، هون مش من سنتر تو سنتر؟ ماشي ماشي. دكتور لا، هو نحن امبارح يعني سنتر، لانه مش من سنتر لسنتر، من مكان تقاطع الخط. هذا الخط، هذا الخط وين بحدد هذا الخط، وين بحدد هذا الخط؟ هلا هذا الخط راح يتحدد بدلالة التو اكسس، مضبوط؟ فهذا هذا الاكسس وهذا الاكسس في خط راح يكون هو اقصر نقطة بينهم. لأنه مزبوط، احنا بعدين حكينا قلنا إنه مش شرط يكون حتى الخط مار بهاي. مزبوط؟ الـ XI مش شرط إنه يكون حتى مار بالقطعة هاي، ممكن يكون مار في مكان ثاني، احنا راسمينه هون بشكل مرتب بحيث إنه يبين هيك. بس هو إيش اللي بحدد مكان XI؟ يعني إذا عندي هاي ZI ماينس ZI بلس 1 وهذا ZI، في نقطة يونيك ما في غيرها، في نقطتين يونيك أو في خط يونيك راح يكون هو نقطة النقطة اللي فيها هذا هون بيربنديكولار وهذا بيربنديكولار. هذا ممكن يكون برا زي ما حكت نما، ممكن يكون برا القطعة هاي. في خط محدد يونيك راح حدد هذول، يعني ممكن يكون هون. وين هذا الخط اللي بتقاطع مع زد اي؟ هاي النقطة اللي هي راح تصير الأوريجن تبعها. وين الخط هذا بتقاطع مع هاي؟ هي النقطة اللي بقيس منها الأوفست. راح أحطه بالأحمر. راح يصير عندي هلا هذا الخط من هون. هذا دي. هلا دي اي سميناه ال، انا بفضل كلمه جوينت بس هي لينك اوفست. راح احطهم بين قوسين جوينت، لينك اوفست كانه هو لينك بين هاي. وثيتا اي هي جوينت انجل،
اللي هي لما نحكي عن الجوينت سبيس راح تكون هاي واحدة من البارامترز اللي موجودة فيها اللي هي ثيتا. لاحظوا هلا هذول اي ثيتا اي ودي اي حوالين مين كانوا او بالنسبة لمين دائما؟ بالنسبة لزد اي. اذا لو بدنا نكتبهم هذول هلا هون نكتبهم بالكلام راح اكتب اعرف ديت دي اي وثيتا اي. اذا دي اي از ذا لينك offset and راح تكون بين قوسين joint is the link offset and is the displacement from xi minus 1. شوفوا لاحظوا هذا هون هي بمد بتقاطع مع z. هاي النقطة اللي بنبدأ منها هاي النقطة اللي بنروح عليها from xi minus 1 to xi ولأنه displacement it is along z وأن theta i is the joint and is the rotation أو angle زي ما بدك. هلا لأنه rotation it's around أو about بالنسبة للآيث أكسس بالنسبة للآيث جوينت دي آي وثيتا آي هم بالنسبة للأبل بالنسبة لهاي اللي موجودة هون. شو نحكي from كمان إكس آي ماينس 1 تو ما كتبت أنا أوكي. Is the rotation angle from إكس آي ماينس 1 تو إكس آي around how about the z-i axis. So now we're going to do referencing to xi minus 1 and xi minus 1 or then z-i. So di is in here translation and theta i rotation. And the same thing if we want to take another color and take it for these. هلا راح اخذ انا اللي قبلها من هون لانه الترانسفورميشن تبعتنا شوفوا كيف راح تصير. الترانسفورميشن النهائيه ايش سميناها نوع الترانسفورميشن؟ هوموجينيوس. هوموجينيوس ترانسفورميشن. It will involve two displacements and two translations. وراح ابدا فيها من هون وراح اوصل للفريم اللي هون. وهذا راح اسميه الايث فريم وهذا الاي ماينس 1 فريم. اوكي؟ هون في عندي فريم لان اذا قدرت صرت انتقل من الاي ماينس 1 فريم للايث فريم، what does this involve؟ ألفا A displacement ثيتا displacement. في عنا فور عمل فور operations عملناهم واحنا بنعرف نعمل الفور operations هذول. الفور operations واحدة منهم rotation. أول واحدة rotation راح تكون حوالين الـ x minus 1 axis والثاني راح يكون displacement along the x i minus 1 axis والثالث راح يكون روتيشن حوالين الزد ايث اكسس والرابعه والاخيره راح يكون ديسبيسمنت along the زد اي مانث اكسس. وراح يكون في عندي انترميديت فريمز راح نحط 3 انترميديت فريمز. اوكي انا بس بمهد للشيء النهائي اللي راح نوصل له، بس خلينا ناخذ هلا اللينك بارامترز الثانيات التنتين. هلا زي ما حكينا امبارح اذا متذكرين دي اي وثيتا اي بقدر اطلعهم من الجوينت، ما في حاجه اشوف بقيه اللينك. لو جيت قصيت هذه من هون خبيتها وقصيت هذه من هون واضحه مش هيك؟ هيها هي واحده منهم اللي هي دي اي وهي ثيتا اي لانه عندي حتى لو قصيته من هون انا مبين اتجاهه وحتى لو قصيت هذا من هون مبين اتجاهه. فبمد هذا هون هيك وبعدين عم بعمل له روتيشن وبعدين ايش بعمل له؟ ترانزليشن. هي مديت اكس اي ماينس 1 اخذته من اكس اي ماينس 1 لاكس اي. اول شيء حتى انقل من اكس اي ماينس 1 لاكس اي بدي اعمل عمليتين، واحده منهم روتيشن حوالين زد اي بس لسه انا هون مش هون، وبعدين بدي اعمل ترانزليشن اطلع منها. هلا بدنا هون البارامترز. هلا هون بدك تديروا بالكم انا لاني راسمهم على بلين ببين كانه زد اي وزد اي ماينس 1 بتقاطعوا. بس هذه سبيشال كيس، الجنرال كيس انه زد اي وزد اي ماينس 1 ما بتقاطعوا، فكر فيهم زي هيك مثلا
لانه بعدين راح تقول لي كيف راح يصير في روتيشن حوالين اكس اي. اوكي، فعندي هلا هذا لو رسمت هلا خط موازي لهذا الخط ونفترض هذه روتيشن حوالين اكس اي، لانه اكس اي على فكره ايش لازم يكون؟ عمودي على هذا وعمودي على هذا، عمودي على التنين. هلا الانجل راح تكون من وين لوين؟ من مين لمين؟ زد اي ماينس 1 لزد اي، فهذه راح نسميها الفا وهي اي ماينس 1. وحوالين مين راح تكون؟ فراح تصير هيك وهيك، فهذه نيجاتيف اللي انا راسمها، لانه هي اكس اي ماينس 1 اتجاهه، الزاويه راح تكون بوزيتيف بهذا الاتجاه، هذه هون جاي نيجاتيف. اذا تعريف هذه الفا اي ماينس 1 is the link twist. كأنه على فكرة كأنك جبت اللينك هاي وعملنا لها twist، يعني أخذنا زد اي وزد اي ماينس 1 وعملنا لهم twist، مش شرط يكونوا parallel بس أنا راسمهم parallel. عملنا twist، فكأنه جبنا هدول من هون وعملنا twist على واحد منهم، فصاروا هدول واحد صار في زاوية ألفا ما بين واحد والتاني. إذن is the link twist and is، طبعا هذه انجل، اذا هو انجل او روتيشن. فروم هلا هون روتيشن لزد، مزبوط، زد من زد اي ماينس 1 تو زد اي اراوند او اباوت ذا اكس اي ماينس 1. لاحظوا انا اخذت التنين هذول والتنين هذول، لانه هاي راح تكون الفول ترانسفورميشن. كيف راح امشي من اي ماينس 1 لاي؟ لازم امر في الفا واي، الفا اي اي ماينس 1 واي اي ماينس 1 وبعدين ثيتا اي ودي اي. فاخذنا هذول التنين مع بعض وهذول، فهذا اي واي وهذا اي ماينس 1 واي ماينس 1، لانه هاي راح تكون الفول ترانسفورميشن هلا لما نعمل الهوموجينس ترانسفورميشن. وشو اللينك الثانيه الاخيره عندي؟ راح احطها بالاسود هون بس عشان اميز بينهم. اذا عندي هلا هون، هلا ما دام هذا انترسكس تنين هذول، هذا هو الخط مش هيك؟ هذه هي الديسبيسمنت، فراح يكون عندي الديسبيسمنت الكامله هيها هيك هون اللي هي موازيه لهاي اللي هي اي اي ماينس 1. اوكي؟ اللي هي يعني حتى انتقل من زد اي ماينس 1 لزد اي لازم اعمل عمليتين، اول عمليه لازم اعمل روتيشن بالفا وبعدين لازم اعمل displacement في اي. مش هيك؟ اذا اي اي ماينس 1 is the link length. هلا ما تفكر انه لانه link length زي ما حكينا امبارح انه هي الفيزيكال، هي الماتيريال، هي خط، هي خط ممكن يكون خط وهمي خارج القطعه اللي هو الانتقال من زد اي ماينس 1 لزد اي. اذا the length link length، وزي ما حكينا كمان امبارح الفا واي، لو رميت اللينك هاي ورميت اللينك هاي وظلت معي اللينك هاي، منها بقدر اعرف ايش؟ بقدر اعرف الروتيشن ما بين التو اكسس، وبقدر اعرف الديسبيسمنت اللي بينهم بغض النظر عنها. اذا از ذا لينك لينكث اند از ذا ديسبيسمنت فروم زد اي ماينس 1 تو زد اي. هلا لانها ديسبيسمنت اتس الونج rather than about or around along xi minus. اوكي، هي الاربع بارامترز عندنا هون، اثنين منهم displacement اثنين translation. لاحظ راح احطهم بخط صغير، هذه بتنقلنا او هاي راح تنقلنا هون من ال i minus 1 فريم، هي راح احطه in curly brackets الى ال i فريم. الاربع عمليات هذول الفا i minus 1 اي i minus 1 ثيتا اي. اوكي ماشي.